قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شيخ بالنسبة للقنوت في الوتر قل لم تصح في صلاة على النبي يعني ذكر الصلاة لم يصح الوقف أو الزيادة التي جاءت في شؤون المسائل، لكن فيما بعد تبين لنا أنه فعله بعض الأئمة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون نكير من أحد، وقلنا بشرعيته ولا نزال نقول بأنه لم يثبت في حديث القنوت. ففرق بين المنفي وبين المثبت. المنفي أن يكون ذكر الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث القنوت الذي علمه الرسول لحسن بن علي بن أبي طالب، وبين أن يكون ثبت ذلك عن بعض الأئمة الذين كانوا يأمون الناس بصلاة القيام في رمضان في زمن عمر رضي الله عنه، فقلنا بجواز ذلك. بس يعني هذا ليس له أصل إلا إذا كان هناك نازلة للمسلمين من هجم الكفار أو نحو ذلك، أما كشيء رتيب مثل دعاء القنوت اللهم اهدني فيما هديت ولا يشرع سواه. يعني أنا مثلا في البيت لا أرفع يدي بعد الركوع، لا يسمع الله من الحمد يعني مثلا، وأقول اللهم أني أسألك خير ما سألت من محمد صلى الله عليه وسلم، أو مثلا أقول اللهم صل على محمد في نهاية مثلا من القنوت، أو أدعي مثلا أدعي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي أو مثلا. لا يشرع في القنوت في الوتر إلا دعاء القنوت الذي علمه الرسول للحسن. في هذا الدعاء يشرع صلاة الرسول عليه السلام اتباعا لبعض السلف. أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء هذا لا يشرع. أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين فيجوز الدعاء بما يناسب المقام، أما الدعاء المطلق فلا نزيد على تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا مثلا بدعة وكذا طبعا كل ما كان زيادة على تعليم الرسول وليس هناك أمر عارض يجيد لنا الدعاء كما قلنا بالنسبة للدعاء النازلة فهو زيادة، وزيادة في العبادة بدعة. يعني كما تعلم يعني مثلا في رمضان كل المساجد هنا هذا كيف ما أعلم مسجد الحرام نعم أشاع هذه بدعة في كل البلاد، أنا أعلم هذا، فلا يجوز زيادة إلا لأمر عارض. في ناس يعني مدة الدعاء تقريبا تصل إلى أكثر من نصف ساعة. نعم. الدعاء فقط. أيوه. إيه هذا في شك وريد من أنه بدعة. لا شك في ذلك. والناس أتبع لما اعتادوا. فيجب الرجوع إلى السنة. يعني يا شيخ كيف الصلاة؟ بعد اللهم احنا نريد الصلاة كاملة حتى الواحد يعني. وصلى الله بعد دعاء القنوت المعروف وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبس.